هذه البيئة هي التي هيأت له طبع التمرد على ما هو قائم والرغبة في إنشاء مدرسة جديدة. إنشاء مدرسة صحفية مصرية. والحقيقة اللي ساعد على ده الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين لما كان رئيس مجلس إدارة دار الهلال، فكان إحساسه هو طبعا من الكتاب الطالعيين. طبعا. فكان إحساسه بحلم التوني متوازن مع إحساسه بالفكر الصحفي. بعد هذه الفترة هو قضى فترة في دار الهلال ثم سافر إلى بيروت، وقضى هناك فترة من الزمن عدة سنوات، حوالي 10 سنوات. يعني هو سنة 74 سافر إلى بيروت. لحد كام؟ 80. لحد 86 85 6 يعني. هو أكتر كمان من 10 سنوات. عمل معرض سنة 85 في القاهرة. اتقابلتوا بقى بعد هذه الفترة في مجمع الفنون يعني. اتعرفتوا بعد ربوع من بيروت. أنا كنت أعرف حلم التوني من البداية طبعا. من وأنا في كلية الفنون، لأن احنا كنا بنتابع كطلبة المجلات والمجلات المرسومة. وكنا بنتابع مجلة الهلال على أساس أن فيها موتيفات ورسوم، وعلى أساس الأغلفة كلها مرسومة، معظمها مرسومة. ومتابع روزا اليوسف وصباح الخير والاتجاهات والمدارس دي، فأنا كنت أعرفه كويس جدا يعني ومتابع. طب تعرفته إزاي بقى عن قرب؟ تعرفنا إزاي؟ هو أنا كنت في دار الهلال، بمجرد ما جه أنا نزلت أسلم عليه، لأن كان من بين يعني شواغلي إن أنا ألتقي بيه وكه لوكه. الحقيقة معلم. معلم لازم تزورك. أنا كنت مدير فني مجلة حواء، وبكتب في مجلات دار الهلال، يعني بكتب في المصور وفي الهلال وفي مجلة الهلال، هي شهرية يعني في الفن التشكيلي. فالتقيت بيه، وطبعا كنا بنلتقي بقى في المعارض، لأن هو بدأت رحلته مع اللوحة الفنية بشكل كبير لما جه سنة 85. إيه بقى الفرق بين حلم التوني قبل سفره إلى بيروت وحلم التوني بعد عودته؟ العشرة 11 أو 12 سنة دول عملوا فيه إيه؟ يعني بالتأكيد نقلة ضخمة جدا جدا، لأن معقل النشر في لبنان كان زمان في مقولة بتقول الكتاب يؤلف في مصر ويطبع في بيروت ويقرأ في العراق، وهو كان بيقرأ في العراق وفي مصر وفي الوطن العربي. الحقيقة هو التقى في المؤسسة العربية، كان ماسك المستشار الفني، وعمل أغلفة لكل معظم دور النشر في بيروت، والتقى أيضا بالفنان طلال سلمان اللي هو يعني كان بداية تأسيس صحيفة رواد الصحافة اللبنانية، صحيفة السفير. فاللي حصل بالضبط في اجتماع التحرير، هو كانوا عايزين شعار أو تيمة ومحتارين جدا يعملوا إيه بالضبط، فاختار حمام الحمامة، وقال السفير الحمام، على أساس الحمام الزاجل يبقى سفير للدول العربية. حضرتك عايز تقول لي أنه الأستاذ حلمي التوني هو صاحب شعار جريدة السفير وموجود، وطلال سلمان قال الكلام ده، يعني الكاتب الكبير طلال سلمان قال هذا الكلام، وقال أضاف بقى بلمسته في الإخراج الفني لمسة جديدة ومختلفة ليه. وفعلا كان السفير مميز جدا بإخراجه، مميزة جدا يعني، للأسف هي توقفت بحكم أزمة الصحافة الورقية، لكن تركت تجربة مهمة جدا في عالم الصحافة، مهمة جدا في الفكر والأدب والثقافة، واحتضنت كل الكتاب العرب وكل الكتاب المصريين. وكان الناس بتتلقفها الحقيقة، كانت الناس بتتلقف هنا في القاهرة وفي لبنان أيضا. طبعا تشرفت أنا الحقيقة بزيارة مقرات بيروت قبل إغلاقها طبعا. كانت فعلا من معالم الصحافة اللبنانية اللي لازم نزورها يعني. حضرتك تعلمت منه إيه؟ يعني تعلمت منه أولا أن هو دائما كان يغني في رسومه وفي الإخراج الفني وفي أعماله المتعددة، رسوم الأطفال وفن الملصق أيضا. له أعمال مهمة جدا في فن الملصق سنة 1979، اليونسكو عملت له ملصق وطبع بأكتر من لغة الحقيقة، لأن كان العام العالمي للطفل. هذا بالإضافة لأنه حصل على جائزة الأفاق الجديدة من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال، وده أكبر معرض دولي لكتب الأطفال في العالم سنة 2002، من خلال كتاب أجمل حكاية الشعبية اللي عمله الكاتب يعقوب الشاريني. هو عمله بقى
الروح الشعبية، لأن هم هناك بيهتموا بالصورة البصرية.